كنت نزلت وقلت لكم اللي عنده قصه مرعبه يحكيها لي في الكومنتات او يبعتها لي على الرسائل بتاعت الصفحه، والمره دي وصلتني كميه قصص اكبر ومرعبه اكتر من اي مره تقريبا. فاسمعوا بقى اللي انتوا بعتينه. مازن من اسكندريه بيحكي: انا كنت برجع متاخر من شغلي واحنا ساكنين في بيت قديم شويه، فطالع على السلم في دور ما فيهوش حد ساكن ولا حتى النور بتاع الدور دوت بيكون مولع. رجلي خبطت في حاجه، انا نطيت من الخضه، فتحت بلاش الموبايل واول حاجه جت في بالي ان هو ممكن يكون كلب او قطه. لكن المرعب بقى ان انا لقيت عيل صغير قاعد حاطط راسه بين رجليه كانه مقرفص. انا طبعا مت في جلدي وسالته: انت مين يا حبيبي، ايه اللي معادك هنا؟ المشكله بقى ان هو لقيته ما بيردش عليا، ساكت سكوت خلاني مت في جلدي. فضلت ارجع لورا على السلم واحده واحده لحد ما كنت على الكعب الواقع اصلا، وعقبال بسرعه ما ايدي لوحت مني والكشاف راح يمين وشمال. لما جيت ارجعه على المكان تاني اللي كان قاعد فيه الطفل ما لقيتش الطفل موجود. الصراحه نزلت وقفت قدام البيت واتصلت على اخويا الكبير وهو بيكون راجع دلوقتي من الشغل، وقلت له ان انا مش هطلع غير لما انت تيجي. ولما وصل على البيت اخدني وطلعنا على السلم وطبعا ما لقيناش حاجه، وبعدين حكيت له اللي حصل معايا. المشكله بقى ان اخويا اكد لي ان هو حصل معاه نفس الكلام دوت من اسبوعين تقريبا. التفسير حتى الان احنا ما نعرفش. عليها بتقول: كنا الشتاء اللي فات وانا زي اي حد غاوي سهر بالليل على التليفون بتاعي، الاوضه بتاعتي كبيره شويه وكده، فامي حاطه فيها حاجات ورا الباب، ومن ضمن الحاجات ديت هي العلاقه الكبيره بتاعت الهدوم اللي هي بتكون معموله من الخشب بتاعت زمان. وانا بالليل بقى قاعده مركزه في التليفون وببص بعيني ورا العلاقه بتاعت الهدوم، لاحظت ان العلاقه حجمها زي ما يكون اتغير واخدت الشكل بتاع بني ادم واقف. انا ما كنتش بتخيل ولا كان بيتهيألي ولا كان فيه هدوم كتير على العلاقه اصلا اليوم دوت. المهم اني فضلت مركزه مع العلاقه ديت لحسبه مثلا 5 دقايق، فجاه كده من تلقاء نفسها العلاقه وقعت على الارض. انا قمت اجري وحكيت لامي عن اللي حصل، ولكن هي فضلت زي باقي الامهات تحاول تهديني والحوار خلص. بعدين وانا معديه من قدام اوضه امي وابويا في يوم، سمعتها وهي قاعده بتتكلم مع ابويا وبتحكي له اللي حصل معايا، وان هي كمان بقى لها فتره عماله بتصحى بالليل وبتسمع صوت ان في حد بيهمس في ودنها، بل وانها كمان بتلاقي خرابيش وبقع زرقاء موجوده في جسمها في مناطق متفرقه. التفسير حتى الان احنا ما نعرفش. اسامه بيقول: انا 25 سنه من الصعيد، ومن فتره كده ابن عمي الكبير بدا يجي له حالات صرع، راحوا بيه لدكاتره كتير وقالوا ان مفيش حاجه والموضوع ممكن يكون موضوع نفسي، لحد ما في يوم انا كنت بايت معاه واحنا البيوت بتاعتنا هناك قريبه من بعضها. المهم ان انا كنت نايم في الاوضه الثانيه اللي جنبه وهو كان مستلف مني الشاحن بالليل، لقيته بعد شويه قام راح الحمام، فانا قلت اخش اخد الشاحن بتاعي اللي انا سبته له. لكن الغريب بقى ان ابن عمي اللي لسه شايفه معدي من قدامي ورايح الحمام لقيته نايم في سريره. بيني وبينكم استعذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت رحت السرير وكملت نوم تاني. في نفس الليله اصحى كده نص صحيان وحسيت ان في حد معايا في الاوضه، ولما جيت ركزت على الشباك بتاع البلكونه لاحظت ان في ظل واقف قدامه. المشكله ان انا عيني راحت في النوم تاني معرفش ازاي، واحلم بعدها ان في خروف اسود بيجري ورايا. ابن عمي حالات الصرع زادت عنده وبدا يجيبوا له شيوخ في البيت ويقروا عليه، لحد ما قال لهم ان هو كمان بيحلم بخروف اسود موجود عند شجره. المشكله بقى ان ابن عمي وصف لهم مكان الشجر دي موجوده فين في البلد اللي احنا موجودين فيها. رحنا عندها حفرنا تحتها، والغريب ان احنا طلعنا قرن خروف وكان ملفوف عليه خيوط كتير جدا وكان عليه بقع دم متجلطه لونها اسود. صراحه ما اعرفش هو الدم ده دم الخروف ولا ممكن يكون دم حاجه ثانيه. دعاء بتقول: انا معروف عني اني بعرف اقرا الفنجان والكف من صغري، والموضوع زي ما انتم فاهمين احنا كنا قادرين ان هو مجرد تسليه. فمره كان عندي صاحباتي في البيت وقريت لهم الفنجان زي ما بنعمل. بعد ما خلصنا دخلت بالليل كنت بغسل المواعين ومن ضمنها الفناجين اللي شربوا فيها، حطيتها على الرخامه فجاه لقيت فنجان منهم طار نط ونزل اتكسر. انا قلبي من الخضه كان هيقف، خصوصا استحاله حاجه تقع او تطير بالمنظر دوت من غير ما حد يمسكها. عملت نفسي ان مفيش حاجه ودخلت انام. حلمت اني ماسكه فنجان القهوه وانا بحاول اقراه، وبعدين بدا يطلع من بقي في الحلم اشواك عماله بتقطع في بقي. الغريبه بقى ان انا قمت من النوم مفزوعه وحسيت بطعم حاجه كده غريبه في بقي. قمت اجري بسرعه على الحمام ولقيت شفتي كانها مفتوحه او حد ضاربني فيها. وطبعا لما سالت ناس من اهل العلم قالوا ان قرايتك للفنجان ديت مصيبه وان هي كده نوع من التعدي على الغيب، تعتبر كمان نوع من الاستعانه بالجن. عمار بيقول: انا بشتغل اوبر زي حد فينا بالليل بعد الشغل بتاعي الاساسي، فجالي مشوار كده عند منطقه مقابر، رحت للعميل على اللوكيشن وما احتجتش اتصل بيه لاني ما لقيتش اصلا حد غيره واقف موجود في الشارع، كان مستنيه تحديدا عند البوابه بتاعه ترب. ركب من غير ما يتكلم، واللي اكتشفته انها بنت في اواخر العشرينات. مشيت بعربيه شويه وهي راكبه ورا وانا عمال ابص لها في المرايه، سالتها رايحه فين بالظبط عشان اوقات الجي بي اس ما بيكون شغال كويس، لقيتها ما ردتش عليا. صراحه انا قلت ارجع اعيد السؤال عليها تاني، يمكن ما سمعتنيش مثلا اول مره او حاطه سماعات وانا مش شايفها تحت الحجاب بتاعها. فضلت اشاور لها في المرايه واكلمها وهي صنم ما بتتحرك، نظراتها ليا نظرات جافه وعينيها ما بترمش. في البدايه انا حسيتها قله ذوق منها، لكن المرعب بقى ان في نص كلامي معاها لقيت التليفون بتاعي بيرن. جيت افتح لقيت رقم غريب، لقيت واحد راجل هو اللي بيقول لي: ايوه يا فندم انا واقف مستنيك، حضرتك فين ليه ما جيتش؟ فقلت له: ثانيه بس
بس يا فندم، امال مين اللي راكب معايا؟ ولما جيت ابص ورايا في العربيه ما لقيتش حد معايا. احمد بيقول جوز خالتي امه انتحرت وماتت محروقه بعد ما كبت على نفسها جاز في المنور بتاع البيت اللي هم ساكنين فيه، حاجه يعني اعوذ بالله. وانا اوقات زمان كنت بروح ابات عند خالتي، والاوضه تحديدا اللي كانت على المنور هي اللي حصل فيها القصه اللي احكيها لكم. انا وقتها ما كنتش اعرف بحوار مامته دوت وان هي حرقت نفسها. وفي يوم بقى واحنا في عز الشتاء شفت نور جاي من المنور في شباك الاوضه اللي انا فيها. فكرت الصراحه ان في حد بيصلح حاجه تحت، وقلت اشوف الكلام دوت بنفسي. رحت فتحت الشباك لقيت نار اتطفت، مش مجرد لمبه يعني، كان في نار مولعه وفجاه خمدت كده. والغريب بقى ان قبل ما النار تطفي بلحظه انا شفت كان حد واقف في نص النار. صراحه كدبت عيني، والمهم طلعت انام. قلقت في نص الليل بدون سبب، والاوضه كانت ضلمه، وبس كده في ركن في الاوضه لاحظت ان كان موجود حد تخين وقصير شويه، والهيئه بتاعت جسمه كانت هيئه ست ولابسه طرح. انا اسف في اللفظ، انا من كتر الفجعه عملتها على روحي، وده بجد لان انا عارف شكل خالتي وجوز خالتي، والاتنين جسمهم مش كده اطلاقا ولا حتى نفس الطول. فضلت على الوضع دوت بتاع 5 دقايق تقريبا، بعدين بدات اصرخ واستخبيت تحت الغطا زي العيال الصغيره. جت خالتي وجوزها عمالين بيجروا، وبعدها حكوا لي اللي حصل مع امه وان هي ماتت وحرقت نفسها في المنور بتاع البيت دوت، وقالوا لي ان هم بعد كده مش هيسيبونا ننام ناحيه الاوضه ديت اللي هي ناحيه المنور، ونام في الصاله. لكن بيني وبينكو انا تقريبا ما بروحش لخالتي من بعدها اطلاقا. القصه بقى اللي هتسمعوها دلوقتي ديت هي قصه حقيقيه 100%، وانا كنت قاعد بشكل شخصي مع الشخص اللي بيحكيها لي، هو واحد صاحبي، وحتى سجلت له من غير ما هو يعرف ان انا كنت بسجل. بعد كده طبعا قلت له ان انا سجلت يعني الحوار وايه عايز اعرضه للناس. طبعا هو طلب ان انا ما اقولش اسمه، ولكن اسمعوا كده وشوفوا انتم مصدقينه ولا لا. انا عن نفسي مصدقه بنسبه 100%، لان انا شفت تعبير وشه وهو بيحكي لي، وشفت كميه الرعب اللي كانت موجوده عليه. ادم الاقي كتله سودا خلاص بعين احمر باين، بص انا بكلمك باسم المباشر، بكتله سودا بعين باينه حمراء مسحوبه ودان زي القطه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي واقفه ورا العمود، واقفه واخده العمود وبصالي بعد ما هو يقول لي خلص خالص، تمام؟ يعني هي واقفه ورا العمود بصالي طالعه والشبان جدا، تمام؟ وانت مسلط فاتح الكشاف برضه عليها، تمام؟ لان كده ولا كده الكشاف عندي ما عايش، وانت مهدي وفاتح وفاتح الشكل العين مش باينه، يعني اللي خلاني الفت نظري العين الحمراء، العين الحمراء بتبرق لدرجه اللي هي عكس الاضاءه. يمكن قطه، ف مش قطه مطلوبه، هيقول لك مش قطه، تمام؟ انت ايه؟ لا كده الموضوع في حاجه. وانت واقف مكاني بتسمر بقى مكان الخوف، تبتدي ترعش، وايدي مش قادره وايدي مش قادره اللي هي تزود بنزين. خلاص وقفت مكاني وانا ماسك المكنه كده وسكت. وقفت وقفت المكنة؟ واقف المكنة، المكنة مش أنا مش قادر أحرك المكنة، دايرة بس ما بيطلعش، مش قادر أحرك المكنة، إيدي مش قادرة اللي هي تزود بنزين من كتر ما هي بتترعش، فاهمني؟ فضلت أعوز وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت واخد بعضي وماشي. قبل المطب اللي الناس بتقعد عنده لقيت الكفن ده تاني. يعني أنت في أول ما دخلت الشارع لقيت كفن؟ لقيت كفن بس مرمى على الطريق، مرمى على الطريق على الشمال، على الشمال. ده كان في ظلمه يعني الى حد ما الدنيا ظلمه على الشمال. لا قبل ما النور يطلع. لا انا دخلت الشارع النور كان سليم، اول ما دخلت النور ابتدى يرعش، اول عمود عديته النور ابتدى يرعش، قلت مش مشكله صدفه. قام النور ايه، قمت شايف الجثه دي، بعد كده قمت ماشي حبه لقيت الجثه دي مرميه، فقمت ايه مهدي الدنيا اشوف ده ايه، يمكن فعلا بص. قام النور قطع فجاه في الشارع، وانت مسلط الكشاف مولع الليد في النور ده، الجثة مش موجودة، مشيت قدام عند العمود، العمود صده يعني العمود اهو، العمود اهو مصدود في حيطة، تمام؟ العمود مصدود في حيطة، العمود دي على الشمال على السكة؟ طالع من وراه مجسم بودان زي وده القطة، وعيون مسحوبة حمرة، هو مجسم ما بيعكس ضوء، تمام؟ وعيون مسحوبة حمرة، حمرة اللي هو بيعكس الضوء. قمت لما جيت برضو قربت اختفى. قمت مطول بقى عند الحتة اللي علي بيتكلم فيها دي، عند في مطب انت بتطلع وتنزله، بتبتدي هنا بقى مجرد طلوعك ونزولك بتبتدي الدنيا بايه؟ يكون فيها حركه. فاهمني؟ مفيش حد، و
والدنيا مقفله والبصه دي لقيتها تاني قبل المطب. بعد بالظبط عند المطب، بعد المطب بحاجات بسيطه لا تحصى، خطوتين عند المطب بالظبط على الشمال. على الشمال كل ما كلمت ده على الشمال، مفيش الا الضوء ده المجسم ده على اليمين عند العمود. وقفت بقى خلاص بقى، انا عديت ابتديت اللي انا هي اطمن في ديوته وبتاع فاهمني. فقمت واقف هتصدقني اللي قلت لك انا عديته يعني هو هنا خلاص، انا ضمن بقى اللي انا هنزل هتعامل اشوف ده ايه فاهمني. انا لسه بنزل وبلف التجربة اللي هو اتعرض لها ديت، انا مش عارف، انا نفسي مش عارف هي ايه. تقدروا بقى انتوا تقولوا في الكومنتات وهو هيبص على الكومنتات ما تقلقوش. وما تنسوش بقى اللي حصلت معاه اي حاجه غريبه او اي حاجه مرعبه يبعتها لي على الرسائل بتاعه الصفحه او يسيبها لي في الكومنتات تحت الفيديو، لان انا ببص على كل الكومنتات وانتوا عارفين.